أمرك الحالة الأمنية ألف. طيب الله يعطيك العافية، أتمنى يكون في انتشار لكم هناك بالشكل الصحيح، يكون في رصد للملاحظات ومتابعة الملاحظات ورصد أول بأول. علم استلمت. باشرت دوريات الأمن مهام أعمالها وفق حدود مسؤولياتها من خلال إعداد الخطط التفصيلية والتشغيلية، وارتكزت هذه الخطة على محورين رئيسيين. المحور الأول تقديم الخدمات الإنسانية لقاصدي ومعتمري بيت الله الحرام، بدءا من دخولهم العاصمة المقدسة حتى وصولهم إلى المسجد الحرام، والمحور الآخر عن طريق توفير وتقديم الخدمات الأمنية من خلال استقبال البلاغات الأمنية ومباشرتها وسرعة إنهاء إجراءاتها النظامية. ومن المهام الرئيسية تم توطين التقنية الحديثة من خلال إعداد الكوادر البشرية وزيادة أعدادها والاستفادة من التقنية الحديثة بمختلف مسمياتها، سواء اللوحية أو الكفية، للاستفادة منها في الأعمال الميدانية لرجال الميدان العاملين في العاصمة المقدسة خلال فترة موسم رمضان لهذا العام 1444. وفي الختام نتمنى للجميع رحلة عمرة آمنة ونسك مقبول ويسير وسهل.